ندم الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية يومه الأحد بمسرح عبد الرحيم وبيد بالمحمدية لقاء تواصليا تم من خلاله عرض الشريط الوثائقي الساحل والصحراء للمخرج حسن البهروتي، كما تم بالمناسبة تنظيم ندوة حول موضوع الإرهاب والتطرف وتكريم عدة شخصيات من مختلف المجالات نظرا للعطاءات التي أبدتها لسنوات في مجال الفني والمجال السينما ومجال الجمعوي. وقد حضر هذا اللقاء نخبة من الفاعلين الجمعويين والأساتذة الجامعيين والباحثين وفئة من الشباب. لتسليط الضوء أكثر حول هذا اللقاء نستضيف الأستاذ المختار مرابط رئيس الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية. أستاذي مرحبا بك. هذه فرصة سعيدة أن نتوجه للجمهور ديالكم والمستمعين بأهداف المتوخات من هذا اللقاء. هذا اللقاء هو من البرامج المسطرة في البرنامج السنوي ديال الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية، وكل شهر أبريل من كل سنة كنظموا نشاط من هذا الحجم هذا، لأن كتزامن مع التصويت ديال مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة على القرارات الجديدة بالنسبة للسنة القادمة فيما يخص القضية ديال الصحراء المغربية. هذه السنة هذه كما شفنا الحمد لله أن التعامل الصارم والطريقة الصارمة اللي تعامل بها صاحب الجلالة مع ملف ديال الصحراء في هذه الشهور الأخيرة عطات ثمار ديالو، وشفنا أن القرار اللي خرج من الأمم المتحدة كان قرار فيه الكثير من الصرامة بالمقارنة مع ما مضى فيما يخص القرارات اللي تاخذوها، وأن 6 شهور بلس سنة كتعني أن يمكن اليوم غادي يرفعوا مؤثرة وتسريع ديال باش نرجعوا لحل هذه القضية هذه، أنه دخلوا بصرامة في الجهة الثانية ديال البوليزاريو باش يرجعوا الحال كما كان عليه من قبل، وأن هذه فرصة تاريخية قدام المغرب باش نلقاو الحل التاريخي اللي غادي يرجع الأمور إلى نصابها. وحنا هذه سنوات باش بدينا كنشعروا في هذا الحقل، خصوصا مع السي حسن البهروتي اللي هو نشيط ونشيط جدا، ويمكن من الناس اللي فتحوا المجال ديال الاشتغال في ما هو دبلوماسية سينمائية فيما يخص القضية الدفاع عن القضية الوطنية. بدا عنده المسيرة فيلم عن المسيرة الخضراء، تبعته بوليزاريو هوية وجبهة اللي كان يمكن أكبر مرافعة ديال الدبلوماسية السينمائية في وجه الأعداء ديال الوحدة الوطنية، اللي فند المواقف والدفعات ديالهم في عدة محطات، اتحاد البرلمان الأوروبي، الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية وعدة عواصم دولية. احنا كنشتغلوا في عدة مجالات، الدبلوماسية السينمائية واحدة منها. شفنا تكريم ديال الشخصيات اللي كيشتغلوا في حقل الدبلوماسية الدينية وكنعرفوا الأهمية ديالها، خصوصا وحنا كنشوفوا موجة ديال التطرف وديال الإرهاب، فمني كنمشيو وكننشروا الروح ديال الوسطية والاعتدال ديال الدينية الإسلامية ديالنا في بعض البلدان، هذا كيكون عنده صدى قوي وكيحسن الصورة ديال المغرب ومن ثم الموقف ديال المغرب في هذيك البلدان. شفنا الدبلوماسية الرياضية في شخص دليل الصقلي اللي هو من أنشط الشخصيات في الدبلوماسية الموازية اللي يمكن رفع العالم المغربي وفي عدة بلدان. فأنا كنظن أن الدبلوماسية الموازية هي مكونات متكاملة فيها كل ما يمكن يخلق التواصل والتكامل الاجتماعي، وهذا هو اللي شفنا أننا حاولنا نكرموا شخصيات اللي شغلات في هذه المجالات كلها، اعترافا منا بالدور اللي والقيمه المضافه اللي كيجلبوها في الملف ديال الدفاع عن القضيه الوطنيه. في كل المحطات كنحاولوا نقربوا الاطفال والاجيال الصاعده، واليوم الا شتي حنا فسحنا المجال وخلينا لهم المنصه لمده 30 دقيقه فيما سميناه حب الاديان يتوارثه الاجيال، لان احنا اليوم كاين موروث ثقافي ديني وطني، حب الوطن وهذا الشيء كله عند واحد الفئه، فبغينا هذا الشيء نمروه ونمروا المشعل لهذه الاجيال الصاعده اللي هي بدورها تكون متشبعه ومقتنعه بان بعداله القضيه ديالنا ديال الوحده الوطنيه، ويكون عندهم من المؤهلات ومن هذا ما يقدروا يدافعوا عليه في الوقت ديالهم، ماشي بالضروره على قضيه الوحده الوطنيه، لان كنظن من هنا تما غتكون ان شاء الله تحلات، ولكن القضايا الوطنيه اللي يمكن غتواجهنا من بعد والصعاب والتحديات اللي غتواجه هذا الوطن ان شاء الله بالمره. هو في البرنامج كاين الدبلجه ديالو ولا الترجمه ديالو الى اللغات العربيه الاسبانيه والبرتغاليه، لان كما سمعتوا كاينه محاوله باش غنمشيو نديروا واحد الجوله في البلدان امريكا اللاتينيه اللي كتكلم الاسبانيه والبرتغاليه، فهذا مشروع فتحناه. وحنا يمكن كانوا بعض الصحفيين حضروا معنا هذه 4 سنوات في واحد اللقاء اللي كنا سميناه دور الاعلام في الدفاع عن قضيه الوحده الوطنيه، اللي كنا وجهنا نداء
باش يخلقوا لنا منابر اعلاميه متحدثه بلغات اخرى من غير الفرنسيه والعربيه. لحد الساعه الجهات الرسميه مازال ما تحركاتش بالطريقه اللي خصها تتحرك. فاليوم يمكن الامانه موضوعه عند المجتمع المدني باش يحاول يسرع الوتيره ويشتغل هذا. وكما شفتوا راه كان تكريم ديال السي عبد الرزاق نصيب للممثل ديال الائتلاف في دول امريكا اللاتينيه. فالتكريم فهو بطريقه يمكن شخصيه ترجم عده وثائق للغه الاسبانيه واللغه البرتغاليه، واليوم راه في صدد التوزيع ديالها، وحنا غنحاولوا باش نوسعوا هذه المساله ديال الترجمه ديال الوثائق اللي كتدافع على القضيه ديال الوحده الوطنيه. كنظن ان اولا نهنيوا راسنا ونهنيوا صاحب الجلاله والشعب المغربي بهذا الانتصار اللي تحقق في هذه المحطه هذه. وكنظن ان اليوم الصرامه في التعامل مع القضيه ديال الوحده الوطنيه شيء مطلوب، وكنظن هذا مجهود ديال كاع المتداخلين فالمزيد من التكاتل باش نوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في اسرع الاوقات الى حل نهائي لقضيه الوحده الوطنيه.